هذه امرأة تسأل فتقول إنها امرأة متزوجة وموظفة وعندها مال وتريد أن تذبح أضحية فتوكل والدها بذبحها في بيت أهلها ولا يعلم زوجها بهذا الأمر، هل يجوز لها أن تتصرف هذا التصرف ولو لم يرضى زوجها؟ يجوز لها، لكن الأفضل أن تذبحها في بيتها وعند أولادها وزوجها، هذا هو الأفضل. الأفضل لها أن تذبحها في بيتها، الأضاحي تذبح في البيوت، هذا أفضل. نعم.